دقيقة قبل، أنا يهمني موضوع حمد الله، في أحد يبغى يتداخل فيه؟ أنا أشوف إنه هذه شخصية حمد الله يا أبو نواف. شخصية حمد الله هي الشخصية التصادمية موجودة حتى لما كان في النصر، حتى مع منتخب المغرب دائما عنده هو التحدي مع النفس، التحدي مع الآخرين دائما موجود. حتى ما تشوف يعني ساعات فرحته لما كان يضيع، أول شيء لما كان يضيع بلنتيات ثقافة ركلات جزاء، وبعدين لما يسجلها يروح للجمهور يقول له اسكتوا. نفس الشيء برضو كمان حتحصل مع الاتحاد ومع الجمهور الآخر طبعا. فهذه هي شخصيته، شخصية فيها الكثير من خليني أقول لك التحدي اللي يوصل لدرجة الاستفزاز اللي ممكن. ديالي مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وسلام. اصدقائي في هذا الفيديو غادي تشوفوا الاعلام السعودي خرج كيتكلم على الظاهرة المغربية عبد الرزاق حمد الله، تكلموا على الاداء اللي تيقوم به والوفاء لفريقه ديال الاتحاد، وكيفاش انه يعني قدم واحد المباراة اللي هي جد رائعة في النهائي، وانه هو والفريق ديالو يعني توجوا بالكأس في الدوري السعودي، وتكلموا يعني حتى على الشخصية ديالو داخل الملعب وخارج الملعب، على أنه واحد رجل ديال التحديات. عبد الرزاق حمد الله اللاعب المغربي ولا حديث الإعلام السعودي قربالة في البلاطو بسبب دياله. واحد الفيديو اللي جد رائع أصدقائي يستحق المشاهدة. أصدقائي نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو، لما بتشترك في قناتي يشترك في قناتي فعل زر الجرس بتوصل الجديد على القناة، كتروا لي اللايك والبارتاج باش هذا الفيديو ينتشر يوصل لكاع المغاربة أنحاء العالم وحتى لجماهير النادي الاتحاد السعودي. أصدقائي خليوا لي الآراء ديالكم في التعليق ونتلاقاو من بعد الفيديو. أنا بس طبعا على كلمة الاستثنائي من حق النصراويين ومن أبسط حقوقهم أن يسمى الدور الاستثنائي دوري كان سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، الاتحادين سموه الدور الاستثنائي ومن ضمنهم حمد الله لأنه يودي لكأس العالم مباشرة. الدور الاستثنائي من أبسط حق أي مشجع يسمي أي مسمى بدوري يعني من تلقاء نفسه يودي لأهم بطولة في العالم، المصطلح مشاع للجميع. أيوة المشاع للجميع. يمكن فعل نصيحة أشاطر الأخ أبو صقر في هذه، لكن أنا أرى حمد الله يمكن ما كان يقصد النصر أو يقصد تحديدا رئيس النصر أو الإسقاط، هي مداخلة في لا فرحة لا لا في لا. مداخلة في فرحة دقيقة حتى دقيقة لو دقيقة قال دقيقة 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 الرجل قال ما في شيء في السابق، هذا هو كل شيء، هذا الدوري هو كل شيء، رفض السابق لأنه يوديه الكاس العالم. معلش يوديه الكاس العالم، يوديه الكاس العالم. أنت الآن لا تدخل في يعني أنك تقرر أنه هذا هو. لا أنا ما أقرر وما أدخل في النوايا، القراءة للتصريح يا أبو نواف بس لحظة ما أدخل في النوايا، القراءة للتصريح يحتمل التأويل، يعني يحتمل التأويل من أبسط. عشان كذا أنت لا تروح في اتجاه، لا أنا ما رحت في اتجاه إيه؟ قد يكون أنا قلت والاتحادين يسموا أنت قرأته كذا وهو قرأه كذا استثنائي عشان يودي الكاس العالم. كلام صريح يا أبو هاشم، أنا لو كنت بحمد الله كان والله العظيم وراح تشوف ناس تصفق لك، كان قلت نعم أنا حققت في 2018-2019 مع نادي النصر دوري استثنائي، ولكن أيضا هذا دوري استثنائي ودينا أهلنا كأس العالم، ولكن طريقة اللي أنت عملتها ما الناس كلها فاهمة، يعني تروح وتجي طيب. على مشكلتك مع هذا. لكن في نقطة إحنا اللي كنا الحديث عنها الأبرز في هذا الموسم بعد الاتحاد. أنا أرى الأبرز. لا دقيقة قبل، أنا يهمني موضوع حمد الله، في أحد يبغى يتداخل فيه؟ أنا أشوف إنه هذه شخصية حمد الله يا أبو نواف. شخصية حمد الله هي الشخصية التصادمية موجودة حتى لما كان في النصر، حتى مع منتخب المغرب دائما عنده هو التحدي مع النفس، التحدي مع الآخرين دائما موجود. حتى ما تشوف يعني ساعات فرحته لما كان يضيع، أول شيء لما كان يضيع بلنتيات ثقافة ركلات جزاء، وبعدين لما يسجلها يروح للجمهور يقول له اسكتوا. نفس الشيء برضو كمان حتحصل مع الاتحاد ومع الجمهور الآخر طبعا. فهذه هي شخصيته، شخصية فيها الكثير من خليني أقول لك التحدي اللي يوصل لدرجة الاستفزاز اللي ممكن الجمهور يقرأ فيه. هو شايف أنه هذا الشيء يمكن محفز له، شايف أنه ما حد رد عليه، شايف أنه يمكن بس أبو صقر دحين رد عليه والحاجة زي كده. لكن هو في الأخير في اللعب في الملعب خلاص أرقام وأهداف، لكن طيب. كشخصيته ترى ممكن ينجح ماشي. ليش لا؟ طيب الحين السؤال، حمد الله بعد ما طلع من النصر
أتكلم بشكل واضح أن النصر وجماهيره في قلبي. صحيح. هذا أول تصريح للنصر. صحيح. أول تصريح الحمد لله. صحيح. بعد ما خرج من النصر. صحيح. طيب العلاقة بعدها كيف كانت من خلينا نقول إعلام النصر، جمهور النصر على القضية نفسها؟ أنت بينك وبين اللاعب قضية واصلة إلى مركز تحكيم، توتر اللاعب، عندك عنده مشكلة قد يعني يخسر، وطلع صدر حكم بإيقافه. نعم. يعني كل هذه الأحداث أنت تتوقع أن العلاقة تكون حميمية. مثالية وحميمية. ممتاز. بينك وبين اللاعب؟ لا. لأنك لأنه وصف هو ولأنه وصف بالخاين، وصف بأوصاف يعني يعني أمور كثيرة. طيب. فوش بتنتظر مثلا من شخص هي اللي وش بتنتظر من الشخص اللي اتهم يرى كثيرة. يرى يرى أنه أسيء له بشكل اتهم. من اللي أساله؟ احنا قاعدين نتكلم لا 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 منو منو اللي أساله؟ نماذج كثيرة كثيرة يعني منو؟ إعلام إعلام نصراوي. لا 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 أنا أقصد أنت يا حمد الله تتحدث مع كيان. ايه؟ مروا علي أنت عاصرت 3 رؤساء. ايه؟ حلو؟ أنت مشكلتك كلها خلك من الإعلام، خلك من هذه كلها، أنت مشكلتك الآن كلنا نعرف مع الإدارة الحالية. ممتاز. لا ترمي لا ترمي الوراء لا ترمي الوراء النصر. النصر ككيان خلي أعطيك حجة كيف يفكر الرجل. مشكلته مو مع الإدارة الحالية، المشكلة أول ما خرج حتى بعض جماهير وربما أغلب جماهير النصر كانت غاضبة على الإدارة، ليش تلغي عقده؟ هذا كان حادث. متى انقلبت الآية؟ عندما اكتشفوا أن هناك تسجيلات في الخفاء وأنه ما يبغى ناديهم ويبغى يروح للنادي الآخر، انقلبت المسألة. ولا أول خروجه حتى إعلاميين نصراويين كانوا غاضبين أنه كيف تلغوا عقد اللاعب هذا، إلى أن جت التسجيلات. ثم عشان بس ما يقول عمر اتهامات، كانت في البداية اتهامات ثم ثبتت بقرار أنها ليست اتهامات وأنها حقيقة وحدث. هنا انقلبت الأمور، وبالتالي أنا لا يمكن لي الآن، خلنا أقول لك أنا الآن لو أنا بيني وبينك اتفاق ثم أنت اكتشفت فيما بعد أني أنا قاعد في الخفاء أعمل في اتجاه ضدك وأبغى أروح وما أبغاك، تلقائيا حتغضب مني. تالي علينا أن لا نضع أن نقول صح أنه ردة فعل النصراويين أحيانا كانت غاضبة لدرجة أنهم قالوا بعض الجماهير قالوا أدبهم بشكل قبيح جدا، هذا صحيح، لكن كيف بدأت؟ علينا نقول أنه بدأت بسبب التسجيلات اللي طلعت. هذه التسجيلات أثارت غضب جماهير النصر أنه كيف تسوي فينا كده. ممتاز. الأمر الثاني، هل تصريحه بأنه يرى أنه هذه البطولة هي الأهم في مسيرته في إساءة للنصر؟ لا أنا بالنسبة لي لا، سائل بندر هو فضل. حقه شوف يعني حمد الله وشركاءه اهدأ شوي. لا من حق. لا شوف حمد الله يعني هو محظوظ أنه راح الفريق جاهز للبطولة بحيث أنه عنده عناصر أجنبية مميزة، يعني اوكي هو ساهم ولكن ما اعطى الاضافه الكبيره. نقطه بسيطه بس وهو حيكمل، كيف راح الفريق جاهز للبطوله وهو هداف الدوري؟ كمل. الاتحاد قبل حمد الله وهو ينافس على الدوري، حتى لو حمد الله ما حضر مع الفريق الاتحادي سيبقى الاتحاد منافس على الدوري. حمد الله دخل في تحدي مع نفسه عشان يبغى يثبت للجانب الاتحادي اللي هو انضم لهم، وايضا الجانب النصراوي او الجماهير النصراويه اللي بعيده عن المشهد اللي قاعد يصير في النادي، انه مش شخص انه مزعج او انه فوضوي او انه خلق مشاكل، لكن بالفعل اداره النصر من الصعب يعني انه ترمي لاعب او تنهي عقد لاعب وهو مفيد لها بشكل كبير، ولكن تبين لها اشياء كثيره. يعني حمد الله في اوقات معينه كان مزعج على خلفيات سابقه، يعني حتى في اداره صفوان السويكت، خليني من اداره الاستاذ مسجل معمر، في إدارة صفوان ترى عنده مشاكل كبيرة، ومع ذلك الإدارة النصراوية في تلك الفترة دمدمت على كثير من الأمور، حتى وهو خارج الملعب في طريقه إلى المطار سوى مشاكل في الملعب مع بعض اللاعبين. يعني بعض اللاعبين لما في الملعب تلاحظ حمد الله لما يضيع اللاعب فرصة وشيء زي اللي يعني يزعل عليهم يحاوش في اللاعبين. بس يا بندر سؤالي، اللاعب الآن لما يصرح هذا التصريح يقول لك أنا هذه هي البطولة
الأغلى على نفسي. أنا أشوف أبو نواف أنا أشوف فيها 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 إساءة للنصر. لا لا بس ما فيها دبلوماسية. لا لا قد يكون من حقه. لكن هل المنطق برضو هل المنطق إحنا نقول إنه والله الدبلوماسية هذه لازم تكون حاضرة في ظل وجود هالخلافات؟ أبو نواف أبو نواف يعني أنا ما أدري يعني ليش حمد الله حمد الله في استاد الملك فهد بعد مباراة النصر والباطن في الليلة الاستثنائية كان يحمل علم المغرب وكان مرابط يحمل علم المغرب وقال هذا أسعد يوم في حياتي وهذه البطولة اللي كنت أنتظرها والإدارة النصراوية كنت أبغى أرد لها شيء من الجميل. فطبيعي في كل مكان بيروح ممكن بكرة يختلف مع الإدارة الاتحادية الآن حس انه جاب بطولات مع الاتحاد بس انت ليش ممكن يرجع ممكن ليش قللت انت ليش انت قلت والله الحمد لله راح للنادي جاهز لتحقيق البطوله إيه؟ يعني ترى اذا انت مقلل من حمد الله الحين فانك تقلل من حمد الله وكان مع النصر. لا 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 لا, لا مو قصه تقليل قصه على فكره انه ما راح الفريق من انديه الوسط او الصغير او الاتحاد كان في المركز الاخير وحمد الله صعد ترى لما راح الاتحاد وهو ما لعب العديد من مباريات الاتحاد كان ماشي وكان ماشي. يسجل ورمارينو كان يسجل وكرنادو كان يسجل والعبود كان يصنع. رد سريع عشان بروح لفهد قريني عنده الله. عنده موضوع حمد الله جاء من فريق كبير يهدد يقول اجي دوري علمني طيب. حمد الله جاء من فريق كبير لفريق كبير الاتحاد فعلا فريق كبير والاتحاد بنجومه بلاعبينه الاتحاد الاتحاد كبير والنصر كبير ما يقلل منهم كلام شخص جاء من فريق كبير لفريق كبير أبداً ما غلط لكن حمد الله انت قلت عليه اخطاء ونعرف اخطاء كثيره ومشاكل كثيره بس وصفه سخيف يعني لكن مع احترامي لك يعني لانه في بعض الاحيان معلش معلش لا 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 انا هنا في بعض الالفاظ لانه طلع في مقابله وقال لحظه طلع في مقابله وقال انت رحت الاتحاد وقال انا وقعت على بياض لان فيه رجال ورجال يعني طيب وش المقصد يعني انت انا الحين لما اقول في انا يا اخي ارى هذول رجال معناته هل هذا على الناس لا 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 تحتمل مثل ما قال لك ابو ابراهيم تحتمل التاويل القانون لا يعاقب ابو نواف لما يجي يقول انا وقعت لانه رايح لنادي رجال بس مش مقبول النادي الموجودين في الدوري كل مجلس ادارته رجال بندر اقول رايك زي ما تبغى بس لا توصف لي احد هنا في البرنامج بوصف غير مقبول لأنه في بعض أنا قلت لك قبل شوي الرياضة هي فروسية روح رياضية لما أنت في قمة النجاح أو قمة تحقيق البطولة لا تسعى أنك تسقط على الآخرين فما بالك الآخرين اللي مع لك معاهم ذكرى جميلة ماشي طيب. بس أكمل يا أستاذ سم. لما يقول معليش أنت تخطيت هذه المسألة لما يقول كان لاعب مع النصر في إشكاليات وبإشكال السنة هذه لعب موسم كامل مع الاتحاد هل سمعت بإشكاليات مع الاتحاد ممكن هذه النقطة ممكن في أشياء بالخفا ما حب الإدارة يا أخينا لما قال بيئة الاتحاد مناسبة من أبسط حقوقه لما قال أنا أوقع على بياض فاللاعب هنا يدل على بيئة الاتحاد أو قال إدارة الاتحاد تعامل إدارة الاتحاد هو ما قال سنة كاملة لن نسمع عن حمد الله إلا داخل الملعب بأنه لاعب كبير مساء أصدقائي ومرحبا بكم مرة ثانية على قناتكم يوسف الخبر كنت من هذا الفيديو أنه يكون الإعجاب ديالكم وكيف ما شفتوا الظاهر عبد الرزاق حمد الله ولا حديث ديال الإعلام السعودي يتكلمون عليه لأنه قدم الشيء الكثير لهذا الفريق هذا وأنه يعني واحد اللاعب اللي هو ظاهرة ويمتاز يعني بخلق عالية ورغم أنه يعني واحد اللاعب اللي هو كما قالوا عليه بأنه يعني رجل ديال التحديات ولكن هذيك ميزة ماشي سلبي وإنما ميزة إيجابية أنك تكون يعني عزيز لك التحدي وداك الشيء يخليك توصل للأهداف ديالك. أصدقائي فيديو كنتمنى أنه يكون الإعجاب ديالكم ما تنساوش تخلي الآراء ديالكم في التعليق أنه مشارك في القناة يشارك في القناة ويفعل زر الجرس باش توصل الجديد نتاع الفيديوهات كثروا يلا لايك والبارطاج على هذا الفيديو يوصل هذا الفيديو لكاع المغاربة أنحاء العالم ولعشاق الظاهرة المغربية عبد الرزاق حمد الله ولأنصار الاتحاد السعودي. أصدقائي تلهنا نقول لكم تلقوا فيديو جديد في موضوع جديد والسلام عليكم.